السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، إزي حضرتك؟ بخير وطيب والحمد لله. الحمد لله. اتفضل. بقول لحضرتك، حكم ان شاء الله لحد دروس فرنساوي ينفع؟ ينفع ينفع. حد للثانوي ان شاء الله ينفع. طب ينفع حضرتك ادي للبنات وكده؟ انت شاب يخشى عليك من الفتنة. انت شاب هو حضرتك. انا فعلا يعني 18 سنه. انت 18 سنه يخشى عليك من الفتنه يا رب يا اخي الكريم. الله يبارك حضرتك وياك. مع السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حياك الله يا شيخ. وحياك الله يبارك فيك. تفضل. ما حكم سفارات الكفار؟ حكم ايه؟ توضع في سفارات الكفار التي توضع في بلاد المسلمين. لا مانع من ذلك، وكانت الرسل تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الكفار. مسيلمة الكذاب أرسل رسولا له إلى النبي محمد عليه السلام، فالسفارات بمنزلة رسل الدول إلى بعضها البعض. حتى لو كانت سفارات دائمة؟ حتى لو كانت سفارات دائمة، إذا كانت تنجز أعمالا من تجارات ونحو ذلك فلا بأس بذلك. ولو كان يعمل فيها معصية لله كشرب الخمر؟ أخي الكريم، هذه تخصهم داخل مبناهم. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم بركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. بنحفظك يا رب. شيخ معلش، أنا عندي سؤال على بنتي تقدم لها عريس مش ملتزم. من هي؟ من؟ في بنتي تقدم لها عريس مش ملتزم، وهي ملتزمة ومنتقبة وطالبة علم. تمام؟ تمام. فأخوها ملتزم برضو، وقال لا احنا مش عايزين واحد مش ملتزم، عايزين أخ وكده. فالمهم إن هو بعد الرؤية الشرعية زعق معايا واتخاني، ومع العلم إن كان أبوها موجود وكان معانا في الرؤية الشرعية وكده. فقال لا أنا مش موافق عليه إلا إيه؟ لما يكون واحد ملتزم انتظر إنه ملتزم. تمام. فالمهم انا اتحرم من امري وقلت اتصل بحضرتك اعمل ايه؟ ارفضه؟ عفوا، ابنتك مستقيمه؟
ايوه انا منتقبه حضرتك. طيب تقدم لها شخص غير مستقيم؟ الشاب مش ملتزم، بس هو بيصلي، هو بيقول ان هو بيصلي. انا ما اعرفوش، ده من طرف واحده زميلتي في العلوم الشرعيه. يا اختي الكريمه، يا اختي الكريمه، اذا كانت البنت صالحه ابحثوا لها عن رجل صالح. هي منتقبه وطالبه علم. خلاص انتظروا لما رجل صالح ياتيها. خريجه في اولى ازهر في نفس الوقت. أنا قلت لك هو الطيبات، وهو إنسان عادي ومش ملتزم بس بيصلي، هو قال لنا إحنا بنصلي. طيب من الموافق؟ ده محترم. البنت عايز البنت البنت ماذا تريد البنت؟ البنت مش في حالة من أمرها وأنا في حالة من أمري، إن إحنا قعدنا معاها ركن شرعي يعني، هو لسه مش لا شوية. لا لا أنا إذا رفض تماما، لأن أخوها برضه أخ ملتزم طالب علم. يعني أخوها رفض وأبوها رفض؟ لا، أبوها موافق على سبيل إن أبوها مش فارق معايا يبقى طالب علم أو لا. خلاص يا اختي، البنت بحصل لها عن كفء، كفء يكافئها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل، ازي حضرتك؟ الحمد لله. استشاره بس يا سيدنا بعد اذنك. اتفضل. انا طالب في جامعه سنه ثانيه، عمري ده ماشي في 19. وقد تحدثت مع والدي يعني بخصوص أريد الزواج وكده. إيه؟ يعني هو قال لي ممكن إن أنا أتزوج بعد سنة تالتة مثلا، وهو هيتكفل بمصاريفي الفترة اللي باقية في الكلية. طيب رأي فضلك إيه؟ يعني أقدم على الخطوة ولا كده لسه صغير؟ لا والله إذا صغير. أنت كم عمرك؟ ماشي في 19. والله يعني إذا عندكم فلوس أموال. الحمد لله. الحمد لله يعني. من الآن، ليس بعد. إيه؟ من الآن. الآن؟ طب أين أبحث يا سيدنا؟ أين تبحث؟ آه. أرض الله واسعة، أنت من أي البلاد؟ أنا من بلد جنب طنطا. يعني ابحث في طنطا، ابحث في أي مكان، يعني أبوك معاه فلوس كتير يعني هتجد في الوقت. لا لا مش كتير قوي يعني. أي واحدة طيبة توافق عليك إن شاء الله. ماشي بإذن الله. السؤال الأخير بس سيدنا بعد إذنك. انا ببحث في يعني الحمد لله يعني بطلب العلم وكده، ففي مساله استوقفتها امبارح، مساله مس الذكر هل يبطل الوضوء ولا لا يبطل الوضوء؟ تلك مساله نزاع بين اهل العلم. ايوه. سبب النزاع الخلاف في تصحيح حديث من مس الذكر فليتوضا. ايوه، الخلاف في صحته. حضرتك بتضعف الحديث صح؟ نعم ضعف طبعا. يعني انت تختار انه لا ينقض الوضوء. اختار انه لا ينقض، لكن الافضل تنظفا يغسل يده. شكرا سيدنا، انا سعيد ان انا اتكلمت مع حضرتك. الله يسعدنا ويجزيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. وجزاك الله مثله. ونفع بك الاسلام والمسلمين يا رب. لك عدل التاريخ يا حسن، واياك يا رب. لو سمحت يا شيخنا الفاضل، دلوقتي انا مسافر مغترب في دوله خليجيه. طيب. والشركه اللي احنا فيها بتلزمنا بحلق الذكر اللحيه. تلزمكم بحلق اللحيه. متابعه الشغل اللي هو الامن وكده. ايوه. وقبل ما اسافر لها ما كنتش اعرف ان كنت مفكر اللحيه انا على الاستحباب مش الوجوب. طيب. وفضلتك يعني شايف الظروف الراهنة في مصر. إذا أنت هل كده إذا هي ضرورة لك فالضرورة تجوز. ليست ضرورة ابحث عن عمل آخر. الله يوفقك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا سيدنا؟ طيب ولله الحمد. يا رب دايما. قول لحضرتك يا شيخ، بيع جواز السيارة للمعاقين، هل في حاجة؟ لا يجوز، لأنه عليها حظر بيع لمدة 5 سنوات. نعم. عليها حظر بيع لمدة 5 سنوات. أيوه. بس، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى. اتفضل. الله يبارك فيك. زوجتي بتنزل عليها الدورة 6 أيام، واليوم السابع والثامن بتبقى بني فاتح، هل تجوز تصلي وتصوم في اليوم السابع وفي اليوم السابع والثامن ده، ولا تستنى لحد الكسر بدل ما تنزل؟ لا أحد أمرين، يعني انتهاء أيوه مدة الحيض بعدها تنزل صفرة أو قدرة أو ينزل دم؟ سؤالي بينزل صفرة بقى في اليوم السابع واليوم الثامن، لون أصفر أو بني فاتح، يعني ليس دما، لا مش دم، أصفر أو بني فاتح، يعني بكرر عليك ليس دما، لا مش دم. خلاص، إذن الدم انتهى بانتهاء الأيام الستة، والصفرة والقدرة لا اعتبار لها بعد انقضاء زمن الدورة. تمام. والقصة البيضاء مش نزلش غير على بعد اليوم الثامن. هي زوجتك ما مش عارفة تميز القصة البيضاء. خلاص، هي الآن هي قالت لي بتنزل لون بني فاتح أو ميل للصفار، افهم اللي هو اليوم السابع واليوم الثامن. الله يهديك يا رب. أقول لك يا أخي، الآن اسمه دم الحيض، الدم انقطع أو لم ينقطع؟ الدم الدم بينقطع. خلاص، انقطع اليوم السادس وعادت والشهرية 6 أيام، لا التفات إلى الصفرة ولا إلى القدرة، ليس الدم. ماشي، خلاص صلي، عايز تهرب من الصلاة ليه؟ ويقول لا، اتق الله شوي. يا رب يا رب اجعلنا من المتقين. كسولة. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا زوجي فاتح محل منظفات، او بعد المحل طبعا موجود فيه المنتجات، فيه عليها صور والكلام ده، بس ممكن لما الاقيك ما تخشش المحل. يا اختي، هذه ضرورة دعت اليها الحاجة، الصيدليات، محل المنظفات، محلات الملابس، كثيرا ما تعتريها أوراق عليها تصاوير. يعني جلست أنت الآن تأخذي الصابون اللوكس اللي عليه صورة واحدة شعرها مكشوف وتجلسي تطمصي الصابون، لن تباع ولن تنتهي، محتاجة لك موظف، 2 موظفات كل يوم يطمصوا الصور. هذه ضرورات وعمت بها البلوى. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي فضلتك يا شيخ؟ طيب الحمد لله. لو سمحت، عندي استفسار. زوجتي ستلد كمان شهرين ولادة قيصرية ان شاء الله. فيوجد بالمستشفى طبيب تخدير رجل وطبيبة تخدير امرأة، ولكنها مسيحية، الطبيب تخدير مسلم. المشكلة ان الحقنة اللي هتاخدها في الظهر، حقنة التخدير في الظهر، فهتتكشف قدام الطبيب المسلم، فهل يجوز ذلك ولا نخلي الطبيبة طبيبة التخدير هي اللي تديها الحقنة؟ الطبيبة أولى في هذا المقام، فيجوز التطبب نعم عند الكافر إذا كان أمينا. يعني الطبيبة هي الأفضل يعني في هذه الحالة. يجوز التطبب عند المرأة الكافرة. تمام، حتى لا تنكشف زوجتها امام رجل يعني. الله المستعان. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كان عندي سؤال في علم المصطلح لو امكن يعني. كما تعلمون، فالامام شعبة بن الحجاج كان شديد الورع في مسألة التثبت من السماع وعدم التدليس. ماشي. حتى روي عنه انه قال: لأن ازني احب الي من ان ادلس. فهل رواية شعبة عن أحد الموصوفين بالتدليس بصيغة العلامة بين المدلس ومن فوقه، كشعبة عن قتادة عن أنس، أو شعبة عن الأعمش مثلا، فهل رواية شعبة هذه تعتبر من القرائن التي يضعف معها احتمال التدليس الراوي؟ أحسن الله إليكم. هم 3، قال شعبة: كفيتكم تدليس 3، قتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي، هؤلاء 3. قال شعبة: كفيتكم تدليس 3. هؤلاء 3 إذا روى عنهم شعبة لا تضر عن عنتهم في الغالب.
تمام أحسن الله عليكم. عليكم السلام. عليكم ولك المثل يا شيخ هاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى حضرتك عامل ايه؟ طيب والحمد لله. الله يكرمك ربنا يحفظك يا عم الشيخ. بعدين حضرتك يا شيخ سؤال. كان في واحد انا دلوقتي حضرتك شغال تاجر بومة. وكان في واحد محل قطاعي كان اداني فلوس اجيب له يعني عصاير وكده وما كانش موجود عندي ساعتها الكميه اللي هو كان طالبها. طيب. وبعد كده حضرتك بعد ما جبتها له كده فقال لي يعني يا ريت تخليها عندك بس ايه وقت معين. فبعد كده حضرتك اديته جزء منها وسبت جزء تاني. فهو حضرتك بعد ما جه لي بيعرض عليا انه اشتريها. الكلام ده ينفع يا جوز؟ بيعرض عليك انك تشتريها؟ بيعرض عليا ان انا بعد ما هي غليت بيعرض عليا ان انا يعني ايه اكسبه فيها بربح يعني بسيط، مع العلم ان هو اداني فلوس وقال لي انا عايز بضاعه واداني فلوس مقدم يعني. يعني انت كنت اشتريتها له او كنت بعتها له من عندي؟ اشتريت له البضاعه وخليتها موجوده عندي في المخزن كامانه له. شايلها له البضاعة بعد كده غليت حضرتك مثلا حوالي مثلا 10%. ايوه طيب هو عايزني بقى اشتريها وهي موجودة عندي في المخزن. الكلام ده يجوز؟ والله صورتك هذه اظنها جائزة لان هو شاريها اصلا ليس منك انما شاريها من واحد اخر ونقلت من محل الرجل الاخر اليك كأمانة عندك كمان عندك، فأظن أن التدليس والغش والفساد منتفي في هذا المقام وأراه جائزا. يعني أنا أدي له البضاعة أحسن لي أول؟ لا يعني تخرجها تسلمها له كده على قول يعني، لأن نبينا عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم. فالشاهد أن هذه السلع من السلع التي تحفظ وأنت متأكد من سلامتها وصحتها وهو متأكد من سلامتها وصحتها فيجوز والله أعلم. ماشي صاركم الدعاء كنت بعافية بس كنت لكنك عافاك الله بارك الله فيك يا أبا ربيع وأنت يا شيخ هاني الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. عندي سؤال وطلب. اتفضل سأل واطلب. ما الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن؟ من ناحية العمل شأنهما واحد. من ناحية القوة الصحيح أقوى من الحسن. يعني معلش أنا مش فاهم يعني مش الحسن ده كلام النبي برضه؟ أي كلام النبي بس يعني بيكون الرواة يعني أنت مثلا ممكن أقرب لك المسألة. ممكن حادثة تحدث في القاهرة. واحد من بلدتكم يأتي ينقل الحادثة بالتفاصيل، واحد آخر يأتي ينقل مجمل الحادثة، فالدقيق دقة بالغة حديثه صحيح. إلا هو شوي ينقل المعنى بدون أخطاء يحسن حديثه. أيوة ممكن ينقل كلام النبي بس بصوته هو مثلا يعني حضرتك تقصد كده. مش بصوته لا هو يعني ينقل المضمون يعني ممكن ينقل نفس الكلام يعني لكن لو ليس من الدرجة العليا في التثبت. السلام عليكم. هل للطبيب المسلم في أوروبا رخصة في معالجة النساء والخلوة بهن؟ معالجة النساء لا بأس في دول الإسلام وفي دول الكفر ضرورة، لكن الخلوة تمنع قدر الاستطاعة ما سواء مسلمة أو كافرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. حضرتك مصطفى. خير والله الحمد لله. من فضلك أنا عندي أكثر من سؤال يعني وأنا كاتبهم عشان وقت حضرتك برضه تسمح لي أسألهم؟ اتفضل. الله. طيب أستأذنك برضه أسجل يعني المكالمة لو تسمح. سجل كما تشاء الله المستعان سجل. في حديث يعني هو فيما معناه إن اللي هيقول الذكر ده 100 مرة
لن يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به. فإيه هو الحديث ده؟ أو إيه هو الذكر ده؟ يعني عفوا أنا أسألك سؤالا. فهم. هل أنت داخل في اختبار وتجمع أسئلة الاختبار وتطرحها؟ لا والله أنا كنت سمعت الحديث ده من حد بس مش فاكر الجزء الأول من الحديث وفاكر الجزء الثاني من الحديث. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده؟ أيوه 100 مرة. طيب تمام. لو مثلا سؤالي الثاني، طيب لو أمي مثلا سألتني أنت مرتاح في الشغل ولا لأ؟ أو معاك فلوس ولا لأ؟ وأنا أوقات بضطر إن أنا أكذب يعني وأقول لها أه عشان بس ما تقلقش عليا وكده. عرض ولا تكذب، قل الحمد لله، الحمد لله، كلمة الحمد لله طيبة وتؤدي الغرض. تمام. طيب الدعاء بعد الصلاة بدعة؟ لا ليس بدعة، مستحب. طيب لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم استغفر، والاستغفار دعاء بالمغفرة. وقال النبي لمعاذ يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة إن أن تقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا لا يخفى عليك أن التعوذات أدعية، التعوذات أدعية. تمام. الله مني أعوذ بك من عذاب جهنم، الله مني أعوذ بك من البخل، أعوذ بك من الجبن، أدعية بصرف الشر. طيب تمام يا شيخ. بالنسبة طيب حضرتك كنت قلت ان قراءة القرآن من غير وضوء جائزة، فهل اجر القراءة من غير وضوء زي الاجر القراءة بالوضوء؟ الاجر لا اعلم، لكن وضوءك ابتداء احسن من عدم وضوءك، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تمام. طيب سؤال تاني برضو يا شيخ وبعدين انا لو طولت، بس يعني مثلا صلة الرحم لو انا حاسس ان انا بكون تقيل على القرايب دول وانا فعلا حاسس ان هم مش بيحبوني، فصلة الرحم برضو واجبة؟ تسدد وقارب يعني، بدل ما تروح كل اسبوع روح كل شهر مره اذا كنت تشعر انك ثقيل، وخذ هديه خلاص يحبونك. اما تروح بخيل وتاكل وتشرب عندهم وانت داخل طويل وعريض ويدك فاضيه. يعني طبائع الناس، يعني خصال الناس وطبائع الناس. جميل. طيب لو انا في عربيه تمام ومعايا سماعه الاذن وحابب احطها في ودني واسمع قران، لكن صاحب العربيه مشغل اغاني، فهل يجوز ان اسمع قران والاغاني شغاله؟ يجوز. تمام. شكرا يا شيخ، اسف لطولت. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. يعني كنت بسال حضرتك على الحليب صحيح؟ نعم. كان عندي طلب، يعني حضرتك اسالت الطلب بسألكم الدعاء لشيخ الشيخ أبو إسحاق والأمن خلفك حيث الله أن يستجيب يعني لحد الله يعافيه من عنده، الله يعافيه من عنده يعافي الشيخ أبو إسحاق ومرضى المسلمين جميعا يا رب، يعافيهم ربنا سبحانه. بارك الله فيك، شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ من فضلك عندي سؤالين. السؤال الأول، هل يكون سنة الأول أو الأول؟ السؤال الأول أو السؤال الأول؟ السؤال الأول. الأول. الأول إيه؟ خربان النحو ولا إيه؟ ماشي. السؤال الأول، هل الكنية سنة ويستحب التكني ويثاب فاعلها أم لا؟ الكنية جائزة. قالت عائشة يا رسول الله كل نسائك لها كنية؟ قال تكني وأنا ليست لي كنية. قال تكني بابن أختك عبد الله، تكنت بعبد الله بن الزبير أم عبد الله، والرسول كنيته أبو القاسم. يعني حضرتك تنصح بالتكني؟ والله ما يعني مش ليس بشيء ملزم. أبو بكر عرف بكنيته، أبو هريرة عرف بكنيته، عمر عرف باسمه، الأمر واسع. حبيت تكني تكني، ما حبيتش ما يعني أقصد الموضوع فيه ثواب وهكذا؟ لا أمور عادية الظاهر والله أعلم. طيب السؤال الثاني لو سمحت يا شيخ. هل ندخل الجنة برحمة الله أم بأعمالنا؟ وإن كان برحمة الله فماذا عن الآية الكريمة التي تقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ لا ما عرفتش تستدل كيف بالآية الكريمة وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا السياق الصحيح. نعم ندخل الجنة ابتداء بتوفيق الله. لا يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل.
فدخول الجنة ابتداء برحمة الله والترقي في درجاتها بناء على الأعمال. قال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ يوم القيامة وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. الحديث السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك يا شيخنا، كنت عايز اسألك على سؤال. اتفضل. ليا صاحبي مسافر تركيا، والمكان اللي هو فيه مفهوش غير مسجدين، مسجد شيعة. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الفاضل، اخبار حضرتك ايه؟ اللهم لك الحمد، تفضل. ربنا يرزقك الجنة ان شاء الله سيدنا الفاضل. وإياك. سيدنا معك عبد الله محمد مسلم من محافظة الوادي الجديد. سيدنا مرحبا يا عبد الله بن محمد بن مسلم من ربنا يبارك فيك ويرفع قبرك يا سيدنا. وإياك مصطفى محمد. استفسار بسيط بإذن حضرتك يا سيدنا. تفضل. الله يسلمك. عندي يا سيدنا حماتي ام زوجتي اصيبت بجلطه في عيد الاضحى. الله يعافيها ويعافي مرضانا يا رب المسلمين. لحد تاريخي يا سيدنا النهارده طبعا ما بتصليش، من طبعا قله يعني التركيز. فاقده الوعي ولا ايه؟ مش فاقده الوعي، هي عندها التركيز قل شويه يا سيدنا، وبتفقد سعد الوعي كده يعني بتتوه. اذا كانت تذكر وتعي تصلي ولو نائمه. إذا كانت لا تعي ولا تفقه ليس عليه إثم. طب البول يا سيدنا عندها يعني البول ما بيفصلش معها، يعني ممكن كل دقيقتين والتانية تصلي على حالتها، تتيمم وتصلي على حالتها. تصلي على إيه يا سيدنا؟ على حالها. بالبول يعني تصلي؟ اه طبعا. تعمل إيه؟ أنت تقول لا ينقطع. يعني لا ينقطع والتركيز. طب سيدنا يعني ممكن تلقاها بتتوه برضه يعني احنا الذي نعم. الوقت الذي تركز فيه تصلي فيه، لا تركز فيه لا تصلي فيه. تمام. مع السلامه. طب نفع الله بك يا ابراهيم بن سعيد، وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا شيخنا، كنت بقول لحضرتك انا عندي واحد صاحبي مسافر تركيا. طيب. والمكان اللي هو مسجد شيعه والثاني قطع الخط. ما فيهوش غير مسجدين، مسجد شيعة والمسجد الثاني طريقة صلاته غريبة. هقول لحضرتك على طريقة الصلاة. أول حاجة في صلاة الجمعة هما المؤذن بيأذن والخطيب بيخطب في نفس الوقت، بعد كده واحد يطلع يقرأ قرآن شوية، بعد كده الخطيب يخطب تاني، بعد كده الأذان يأذن مرة تاني ويصلوا السنة جماعة، بعد كده المؤذن يأذن تاني ويقرأ قرآن مرة أخرى، بعد كده الخطيب يخطب تاني، بعد كده يقيموا الصلاة ويصلوا الجمعة جماعة عادي يعني. على كل إن الصلاة لا تبطل، لكن لو وجدت مسجد سنة اذهب إليه أفضل. طيب هل المسجد اللي أنا شرحت لك طريقة صلاته ده هل ينفع يصلي فيه ولا ما ينفع؟ لو بتفهم. نعم. إذا وجدت غيره صلي في غيره، ما وجدت له لا تترك الجمعة. تمام. السلام. السلام عليكم. على كل من الصلاة لا تبطل. السلام عليكم. لكن لو وجدت مسجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الست من حرمي بتشتغل شغلانة حلال، ولكن للأسف بتروح متبرجة وفي اختلاط وكده، وبتسافر طبعا وشغل بعيد سفر من غير محرم وكده، فكانت سألتني لو ينفع أساعدها في بعض مراجعات الورق وهي في البيت يعني، فهل أساعدها في شغلها؟ أنت كم عمرك؟ أنا 18 سنة. وهي كم عمرها؟ هي أمي عندها حوالي 50 سنة. هي أمك أنت؟ أيوة. يا أمك، إذن أعدي السؤال يا ابن أمك.
حاضر. هو هي بتروح بتشتغل بتسافر حتى بعيدة بدون محرم؟ تحتاج إلى محرم يعني ولا إيه؟ أيوة من غير محرم. يعني المسافة مسافة تحتاج إلى محرم؟ آه من القاهرة للعين السخنة. أيوة وهي تسافر بدون محرم مو متبرجة. طيب أنت مش خايف حد يطمع في أمك؟ طبعا يا شيخ. طيب ما تمنعها، طلقنا يجلس يما على العلم راسي وانا اشتغل واكسب وان شاء الله. هو انا نصحتها طبعا بس انا معي سمعت عسلية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله طيب. يا شيخ دلوقتي كان لو حد عنده 15 سنة وبالغ وفطر في رمضان، يعني وفطر في رمضان يوم، وهو دلوقتي عنده 24 سنة، بس اليوم ده مأثر فيه يعني كل ما بيفتكره بي أفطر يوما بجماع أو أفطر يوم بأكل وشرب؟ أفطر يوم. لا هو مش مكانش متجوز بس يعني يعني إيه زي كده يعني أنزل يعني عليه إعادة ذلك اليوم مع الاستغفار. مع الاستغفار بس ما يطعمش 60 مسكين ولا حاجة؟ لا ما فيش بجماع، ليس بجماع. بارك الله فيك يا عصام شومان أم عبد الرحمن، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. لو أنا شخص عامي تمام، بسمع أو مثلا باخد فتوى من شيخ ثقة، فهل أنا عادي لو خدت الفتوى دي وعملت بيها من غير ما أعرف مثلا علة الحلال والحرام أو دي حلال لي ودي حرام لي من غير ما أسأل في التفاصيل يعني؟ والله يعني يجوز، لكن الأفضل أن تبحث عن الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله حتى يعظم لك الأجر. تمام. طيب يعني أنا بسمع كتير كلمة علماء أو عالم ثقة، يعني إزاي أعرف مثلا إن العالم اللي قدامي ثقة أو اللي أنا بسأله ده ثقة؟ إذا كان كلامه موافق للقرآن والسنة فهو ثقة، كلامه بعيد عن الكتاب والسنة ليس بثقة. تمام شكرا يا شيخ. الله يسلمك. بارك الله فيك يا مصطفى بن راشد. الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، صحيح صحيح مسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ طيب ولله الحمد الحمد لله. كنت انا حكيت سؤالين. السؤال الاولين انا بشتغل في تجارة ادوات التجميل والشعر وكده، لو في يعني تاجرة مسيحية عايزة نصرانية اسمها نصرانية ليس مسيحية. نعم اسمها نصرانية. نصرانية لو هي جت وعايزة تاخد مني حاجات في الشعر بتقول لي لشغلها، انا معرفش هي صادقة ولا لا، هي بتقول انها بتشتغل في المجال ده وعايزة تاخد مني. هل يجوز بيع ادوات التجميل لناس كفار؟ يجوز يعني ماليش دعوة هي تستخدمها في ايه او هتبيعها. اظن اجبتكي يعني. اظن قد اجبتكي. فهمت ولا ما فهمتيش؟ لا انا فهمت انها تجوز. طيب خلاص يجوز صح كده؟ صح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا صديقي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ بارك الله فيك. بخير والله يا اختي الحمد لله. الحمد لله ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. يا رب ويا والله حضرتك دلوقتي انا قاعدة ما معيش اولاد وباخد معاش كويس. طيب الحمد لله. وبعدين ليا اخ معاه بنات ظروفه وحشة جدا. والبنات دول غلابة يعني بيدرسهم في الكليات وكده. طيب. انا عايزه اجيب قرض عشان اسندهم، انا مش عارفه اعمل ايه. مسلمه ربنا غنيكي من فضله، عايزه تدخل نفس جهنم عشان بنات اخوكي، ما يجوز لك ذلك. الحمد لله ربنا ساتر عليك وجالك معاش مكفيك وزياده. تريدي تقترضي بالبنك ترابي حتى تسعدي اولاد اخيك؟ لا تفعلي لا تفعلي.
يعني حرام بقى، انا طبعا لا عايزه تقترضي من شويه بس البنك بالربا، على وش خطوبه وكده وما فيش حاجه حبيتهم حاجه خالص خالص. تقترضي بالربا يا عجوز، حرام عليكي، حرام عليك، هتدخل نفسك جهنم، يرضي ربنا؟ يعني غلط فضيلة الشيخ. ايوه طبعا غلط، غلط القرض الربوي. طب انا عايزه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحتي يا شيخنا، لو انا معايا مبلغ من المال وحولته للعمله، بس طبعا انا يعني تعاملت في اللي هي خارج الجهات الرسميه يعني، وحولتهم، وبرضه لما هاجي اغيرهم هغيرهم في نفس المكان يعني هدفا للزياده، ده كده في حاجه يعني حرام او كده ولا؟ لا مش حرام، ليس بحرام. بارك الله فيكم، جزاك الله خير مصطفى رشيد. السلام عليكم. سيدنا الشيخ مصطفى، اتفضل يا حبيبي. نسال الله عز وجل ان يجمعنا بك في الجنه يا رب. يا رب والسامعين اهل العدو والقائمين على البث والسامعين والسامعات يا رب. امين يا رب جميعا. اتفضل سيدنا. حضرتك بعض الاحيان بيطلبون انا مثلا في بعض المصائل الصلح والمشاكل، هل مثلا في مثلا في قضيه تنظر من الطرفين، مثلا في فلوس. ايوه سيدنا، سيدنا في فلوس. ايوه حضرتك مثلا في فلوس بين ده وبين ده، فمثلا يقولوا لا احنا عايزين، احنا مش في الحساب مش متفقين مع بعض، يقول طب خلاص هات 10 يزكوه في القسم، هل ده يمشي حكم القسامه ولا القسامه في القتل بس؟ القسامه في القتل و50. معاك يا سيدنا، انت فاهم لا القضيه اللي بتطرح. القسامه في القتل. نعم انا بقول كده، بقول دي يا اخوانا القسامه في القتل بس، يقول لك لا احنا نجيب 10 يزكوا الشخص ده ان الفلوس الحساب ده مظبوط، هو ما كانش معاه ده، قلت يا اخوانا دي شهاده زور، يقولوا لا ده تمشي كده، فما راي فضيلتك؟ رايك. جزاك الله خير يا سيدي. احمد حسام خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي فضيلة الشيخ، أنا معايا مبلغ بلغ النصاب من سنتين، والحمد لله بطلع عليه زكاة المال. الحمد لله. حاليا بفضل الله يعني كل شهر بجمد فلوسي بذهب، يعني كل شهر بشتري مثلا عدد جرامات من الذهب، فأنا مش عارفة إزاي أحسب زكاة المال دلوقتي، يعني أضيف على المال دوت. المال ذهب والذهب مال، تقيم الذهب بالمال وتضمي الى سائر المال. حتى لو الذهب ده لسه ما يعني ما كملش سنه بضيفه على المال الاصلي. ما تضيفيه لانه مال اصلي متولد منه. بالظبط. يعني حتى لو ما كملش الذهب ده معايا سنه. اي ما هو اصلا كان مال معاكي، كان مالا معاكي، غايته انه غيرت الصوره. انا اقصد هو المبلغ ده لوحده، الفلوس الثانيه اللي بفضل الله بجمدها في ذهب، دي فلوس شهريه انا خارج المبلغ الاصلي اللي بطلع بيه زكاة المال. تريدين الخير في دينك؟ نعم يا شيخ. تريدين الخير في دينك؟ الحمد لله، انا لو حاطه زياده الحمد لله يعني. هنيجي مع سائر المال. الحمد لله. تمام، جزاك الله خيرا يا شيخ. وعليكم السلام. جزاك الله خير يا سمير دشوش، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ عرفت سؤالك عن بعض الكتب. بكتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق، وكتاب الرحيق المختوم، وكتاب التخويف من النار لابن رجب. الكتاب الاخير اسمه ايه؟ التخويف من النار لابن رجب. ايه؟ التخويف من النار لابن رجب. التخويف من النار لابن رجب، لم اطلع عليه. طيب. والكتابان الاولان طيبان في الجملة، لكن يحتاجان إلى تحقيق للأحاديث الواردة فيهما. يعني أقرأه أنا كلسة مبتدئة؟ أقرأه كمبتدئة، بس أعرف أن في بعض الأحاديث الضعيفة هنا وهنا. طب لي سؤال آخر يا شيخ. ماشي. الله عز وجل عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته. طبعا الله عز وجل ليس كمثله شيء أبدا، فهل مثلا اذا كان يعني لادم صلى الله عليه وسلم مثلا لحيه، هل لله عز وجل لحيه؟ طبعا ليس كمثله شيء. هذا
السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا. نعم. مساء الفل عليك. مساء الفل عليك. أخبارك إيه؟ في تحية الإسلام والمسلمين، الحمد لله بخير. ربنا يبارك فيك يا شيخ. إيه. ألو. اتفضل يا حبيبنا. اتفضل الله يغفر لي ولك، اتفضل. نعم يا أخي الكريم. سمع مريم بولي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، الله يكرمك. عندي سؤال. سلي. اختلفت مع زوجي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. اختلفت مع زوجي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي أمامة عندما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحرك شفتيه وذكر له أنه ألا أعلمك أفضل مما قلت، قل سبحان الله ملء عدد ما خلق، والحديث بأكمله. لا يصح. بعد ذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. لا يصح. أيه في كلمة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخي؟ الحمد لله بخير. أنا أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا اسمي أحمد يحيى في ربع صيدلة. اتفضل يا أحمد ابن يحيى في ربع صيدلة، مرحبا. أنا أحب العلم جدا يا شيخي، وأخشى أن تأخذني الدنيا وأن لا أستطيع المواظبة على العلم. وأنا من بلد طالب عندك يسمى إسماعيل بن موسى. معروف إسماعيل بن موسى. فأنا كنت أود أن أزورك بعد إجازة نصف العام. تشرف. طب يعني أود يعني تبقى لي سنة ونصف في الكلية. إيه والمطلوب؟ أريد أن أحافظ على طلب العلم. لو أود أن أنقطع. اجتهد في المحافظة على القرآن الآن حتى تنتهي من دراستي. أنا بفضل الله ختمت وفي طريقي للحصول على الإجازة. الله يكتب لك التوفيق. بارك الله فيك يا شيخ، والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. من أي البلاد؟ أنا من البحيرة. أي البحيرات؟ محافظة البحيرة. ومن أي البحيرة؟ دمنهور، مركز دمنهور. الله ينفع بك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع الشيخ مصطفى العدوي. نعم يا حبيبي، ما تنامناش جنبك. صح صح كده، انتعش انتشي انتشي. في سؤال عندي يا عم الشيخ. ها؟ في سؤال عندي. سأل يا حبيب. شرب لبن الناقة يفسد الوضوء؟ لا يفسده. ماشي يا عم الشيخ، والله اني احبك في الله يا عم الشيخ. احبك الله الذي احتنى فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايز اسال بس على حكم استخدام الكريدت خارج مصر. يجوز بالضوابط التي وضعتها الحكومات. ما لم يكن في ربا. تسدد في وقت السماح الذي لا تأتى عليك الربا فيه. بس لو حصل ظرف وتأخر ما وكده يبقى فيه شبهة. لا، إذا كان غير خارج عن إرادتك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني جائز استخدامها. ها؟ جائز استخدام الكريدت. من أجبتك خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أكلم الشيخ بعد إذنك. معك يا حبيب. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا دلوقتي لو تعذر سورة الأرحام، هل يجوز إن أنا أدعو لهم في السر وفي الصلاة تغني عن سلة الأرحام بالجسد وكده يعني؟ تعذرت سلة الأرحام. آه.
سورة الأرحام. ممكن أنا بالهاتف. مش عارف مش متمكن أن أنا أزور أرحامي يعني. ممكن بالهاتف. ممكن بالهاتف. السلام عليكم. عم. بالهاتف. بالهاتف. أفهم سورة الأرحام. أقول لك بالهاتف اتصل بالأرحام. كيف حالك يا خالة يا عم كيف حالك؟ أرسل لها هدية حلوة زيك كده. كنت بخير. الدعاء الدعاء أنا بتكلم على الدعاء يكفي عن سورة الأرحام. يعني تقول اللهم اغفر لخالتي ولا تصلها مثلا يعني في في الصلوات وفي الخلوات وكذا دائما اقول لهم لا ما يكفيش عن صلاه الارحام ما يكفيش اي طبعا جزاك الله خير الا عرفها انك بتحبها وبتدعي لها السلام عليكم حبك الله يا نعيم المقيم السلام عليكم وعليكم السلام نعم مستقر. الحمد لله بخير عندي سؤال بعدين سل الحبيب انا دلوقتي انا واخويا في كليه الهندسه واخويا اخذ كورس بكورس ده بمبلغ حوالي 5000 جنيه طيب ومضى تعهد ان الكورس المحتوى بتاع الكورس محدش ياخده طيب فهل يجوز ان انا اخده منه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يستأذن من الشركه الذين عاهدهم لانه عاهد وان العهد كان مسؤولا مش هذه آية ولا مش آية وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا الدعاء أثناء المطر المستجاب ليس عندنا نص أنه يستجاب يعني نصا ثابتا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا كيف حالك الحمد لله بخير أدام الله عليك الفضل في الدنيا والآخرة ووسع عليك من قرن واسع يا رب وإياك والسامعين والسامعات يا رب أسألك الدعاء بالله سيدي الله يوفقنا وإياك واصلحنا وإياك واحفظنا وإياك يا يعني يا سيدي أنا كنت اليومين دول قدامي حل من الاثنين لإما أتجوز لإما أفتح مشروع فأنت رأي حضرتك إيه؟ أتجوز وأفتح مشروع هو أنا ضربتين يوجعوا الصراحة نعم الاثنين مع بعض يوجعوا الصراحة يعني تم وإيه لكن دي ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك ثلاثة حق على الله عونه الناجح يريد الاخر لا تكن كبعض الناس كده يبقى شاب طويل وعريض ولسه امه بتطبخ له 30 سنه و29 لا تزوج وانجب واشتغل لا تكن بليدا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم تفضل شيخ مصطفى نحبك في الله احبك الله الذي احببتنا فيه اولا نسالك الدعاء ان ربنا يجعلنا من اهل القران انا واهل البيت وذريتي والسامعين والسامعات ونحن معكم يا رب اللهم امين يا رب العالمين عندي ثلاث اسئله بس ريت تسيبني اكمل للاخر لا تكمل بالمعروف تكمل كلامنا انا اسئله عاديه المره اللي فاتت جبعت عليا وكان لسه عندي اسئله ثانيه يعني هات ما عندك السؤال الاول حكم مرور المرأة أمام المصلي يشغل المصلي أما البطلان فلا وحديث يقطع الصلاة ثلاثة إنما المراد قطع الخشوع ليس المراد الإبطال فتح الله لك إذن الصلاة صحيحة إذن الصلاة صحيحة جزاك الله خير من السؤال الثاني تغطية كامل الجسد بعباية زي فضيلتك كده لابسها يعني ان في البرد في صلاه الفجر بيدخل راسي وذراعي جوه داخل العبايه يعني في الصلاه ما المانع هل ده يعني في حديث اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء هل ليها صله بالحديث ده لا 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 الثاني نهى النبي عن اشتمال الصماء واشتمال الصماء اشتمال الصماء الصماء العباءة التي ليس لها مخرج نعم يعني الكمام مقفولة مقفولة من هنا بس إذا اعتراك شيء لا تستطيع أن تدافع عن نفسك نعم فهمت فالحديث نهى عن اشتمال الصماء الثوب أو العباءة التي ليس لها فتحات نعم غير العباية بتاعتنا الموجودة حاليا عبايتك مفتوحة ليل ونهار مفتوحة على البحر طيب السؤال الثالث يا شيخ لما أكون إمام أصلي بالناس إماما أستقبل المصلين بوجهي بعد الصلاة طيب
فادعو بعد الصلاه سواء في السر او بصوت يعني عالي بعض الشيء. علو الصوت وتامين المصلين ورايا في حاجه في شيء يعني؟ لا، فرق بين علو الصوت والدعاء الجماعي. نعم، الدعاء الجماعي لم يرد في هذا الموطن، اما الدعاء الانفرادي جائز. طب لو هنصلي انفرادي هل يعني زي ما انا على وضعي وانا مستقبل المصلين ولا لازم استدير واستقبل القبله؟ لا، الامر واسع. الامر واسع. طب اخر سؤال معلش. بعض المصلين بيصلي معايا في صلاه الفجر وراي كبير في السن، بعد ما نخلص صلاه بيدعو بصوت عالي مع نفسه واحنا بنامن وراه، واحنا عددنا قليل في الجامع يعني. يعني تيجي عفويه ولا يعني؟ يعني احيانا نكون نطوف حول الحرم واحد يقول اللهم انصر الاسلام والمسلمين، هو بيقول لنفسه احنا نقول امين يا رب. ماشي. نعم. لا لكن صوره دوريه واحد يدعو وانتم تامنون لا يجوز، لم يشرع. نعم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. جزاكم الله خيرا يا شيخ. وياك يا حبيبي، الله يسلمك، بارك الله فيك يا ام عبد الرحمن. عبد الرحمن مش عارف اقول. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. انا كنت الولد اللي كان عندي 18 سنة. انت الولد اللي عندك 18 سنة؟ نعم يا ولد. يا رجل 18 سنة رجل. هو الذي سمى نفسه بالولد يا ابراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فضيلة مولانا؟ طيب والحمد لله. يا رب دائما طيب يا رب ان شاء الله، انت طيب وكلامك طيب. الله يجمعنا وياك مع الطيبين يا رب. انا حضرتك يا مولانا من اسوان. مرحبا بالاسواني. منذ ساعات كنت مع ناس برضه من اسوان، مشايخي هنا في اسوان، شيخ اسمه حسن بشير وشيخ ثاني اسمه محمود يوسف، اهل قران واهل تقوى من تلاميذك هم يا مولانا. ابلغهم السلام عليك. وابلغهم حاضر فضيلتك. وبلغوني قالوا لي كنا مع الشيخ منذ شهور، قالوا لي يعني وجهه يشع نورا جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. ربنا يسترك، ارجوك لا تنساني الدعاء يا مولانا. الله يبارك فيك، الله يكرمك. الله يسترك ويحفظك من كل سوء ومكروه. ولك والسامعين والسامعات. نحسن لنا ولكم الختام يا رب. يا رب امين. بارك الله فيك يا رب. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ كنت عايز أخذ رأيك في أنا يعني عندي 25 سنة. إيه. وكان متقدم لي واحد لخطبتي بس هو يعني عادي خالص. بس فأنا مش عارفة. أنت مستقيمة؟ أنا المشكلة أنا يعني أنا اللي عايزاه إن هو يكون يعني إنسان متدين بس. إيه. انتظر لما يجي لك المتدين إن شاء الله. لك لن ترضي إذا تزوجت شخصا أن ينام عن صلاة الفجر أو يتصل بالنساء أو يعني لا يسمع الموسيقى والأغاني، لن ترضي بذلك. ستدخلي في متاهات معه، إما أن تتنازل عن شيء من دينك أو يعني تتألمين. انتظر لما يأتيك الفرج إن شاء الله لن تضيعي. إن شاء الله. أنا سألته بس هو قال أنا مش بسمع أغاني بس مش عشان حرام، عشان أنا مش بحبها، أنا مش بحب الدوشة. بس كده. يعني بس كده مش عشان حرام. مش الدوشة. أقول لك أنا ملتحى اللحية جميلة لكن يعني مفيش مشكلة في اللحية لأنها جميلة. يعني مش الأعمال يعني حسبة. طيب كده مش عشان هي حرام، عشان ليه صحتي وتكاليف برضه عشان كده. ليه يعني ترك السجائر؟ تدخلون بتشرب سجائر ليه؟ قال يعني صحتي تنضر والتكاليف. يعني. مش عشان حرام. ماشي. انتظر واحد صالح. انت من اي البلاد يا اختي؟ من جنة. من جنة، الله يعينك ويسهل امرك يا رب ويرزقك بزوج صالح كريم. لا اله الا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا عم حمدي. عودا حميدا. بارك الله فيك يا شيخ حمدي. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. آمين يا رب من السمعين والسمعات. كيف حال الشيخ الحويني؟ الحمد لله، يحتاج ونحتاج جميعا إلى دعاء. ألبسه الله ثوب الصحة والعافية. آمين يا رب ومرضى المسلمين عموما يا رب. بارك الله فيك.
وفيك يا شيخ حمدي. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وفيك وياك. الله فيك. نسمع عن أشخاص أنه كان يسرق الأحاديث، متهم بسرقة الأحاديث. أيوة، أنت عايز دروس مصطلح منهم يحيى بن عبد الحميد الحماني. نعم. فهذا يضاعف في الحديث. عندك شيء آخر؟ شيء آخر الحديث الآخر، حديث جابر إن في الليل لساعة إجابة. مفسر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ يفسر العلماء هذا الحديث: هل من مريض يدعو فيشفى؟ هل من شخص له غائب يدعو فيرد الله إليه غائبه؟ هل من فتاة تريد الزواج ترفع يدها تقول: يا رب سهل لي أمري؟ هل من شاب معاق يقول: يا رب اشفني وعافني؟ وهكذا. الثلث الأخير من الليل يبدأ هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، حالي طيب ولله الحمد. الحمد لله. أنا جنى عندي 12 سنة، بحب أسمع البث بتاع حضرتك جدا. الله يبارك فيك. ادعي لي، عندي بكرة امتحان. الله يسهل أمرك يا رب. أمرك ولا أمرك؟ بارك الله فيك. أمرك. أنا اسمي جنى بنت. بارك الله فيك يا جنى. من أي الدول يا جنى؟ القاهرة. الله يبارك فيك، أشكر لك حرصك على اللغة العربية. بارك الله فيك. أشكر حضرتك جدا. اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. شرطا يا سهيلة. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يا رب. آمين يا رب. جزاك الله خير يا إمام عنتر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أكلم الشيخ مصطفى إن شاء الله. تفضل. زي حالك يا شيخ، أخبارك عامل إيه؟ الحمد لله بخير، الحمد لله بخير. الحمد لله. بإذنك سؤال كده بإذنك. سل. إن شاء الله أريد شراء سيارة من المعرض، هنسميه المعرض الأول. بنظام التخصيص، تخصيص مباشر. طيب. نوعية السيارة ممكن تبقى مش موجودة عنده، ففي معرض تاني يقول لي شوف العربية لو عجبتك أنا هشتريها لك. لا يجوز هذا. يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. عبد الرحمن. أشيخ، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز يا شيخ. نعم؟ لا يجوز. لا يجوز. مع شكرا. شغل البنوك هو قم مقام البنك بالضبط. لا تبع ما ليس عندك. اشترى لك ليس وكيلا ويأخذ الأجرة الوكالة. لا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. في آية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. ايه؟ أنساك الشيطان ذكر ربك. بارك الله فيك يا السيد الغريب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أكلمك خاص يا شيخ. نعم. أريد أن أكلمك خاص. خاص بعد الدرس إن شاء الله. ماشي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجهدي ولك الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. معك مصطفى، تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. يا رب يديك الصحة والعافية. وإياكم الله يحفظك. أنا أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يفتح عليك في الدنيا وفي الآخرة يا رب. وإياك الله يسلمك والسامعين والسامعات يا رب. أنت حضرتك في البث مباشر دلوقتي؟ أيوه. نعم. طب ممكن ترفع السماعة أسأل سؤال صغير بس؟
صغير، لأن التصغير لا يصغر. السلام عليكم. أيوة. الله يعينك، الله يعينك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عايز أسألك على النقاب، هو فرض ولا سنة؟ أختار قول العلماء القائلين بالوجوب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نصيحة بس، ما نصيحتك لطلبة العلم؟ ليه طلب العلم؟ اهتم بالقرآن الكريم ويكون العلم لوجه الله، واهتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز على هذا. سؤال ثاني يا شيخنا، والدعاء الجماعي هل هو بدعة؟ عموما في الغالب ليس، في الغالب الدعاء يسر به، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، لكن في مواطن ورد في الأدعية الجماعية، دعاء الخطيب يوم الجمعة، دعاء في صلاة الاستسقاء اللهم اسقنا، دعاء النبي يوم بدر، فالدعاء المدعية العامة لها مواطنها، لكن الأصل الجهر السر بالدعاء. نادى ربنا. جزاك الله خيرا شيخنا. شكرا، الله يسلمك. الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي جزاك الله عنا خير الجزاء يا رب. وياكي. ابنة خالتي ان شاء الله عايزة تتزوج، هي مطلقة ولديها بنت 14 سنة. اخواتها الشباب رافضين علشان بنتها كبيرة، وهي عايزة تتزوج لانها عايشة لوحدها مش مع اخواتها، وابوها وامها متوفيين. فهل يجوز لها انها تتزوج وبنتها دي تكون معاها مع الرجل الغريب ده، هيبقوا في شقة واحدة، او هل يجوز انها تتزوج بدون ولي كده، مش هيبقى لها ولي؟ اذا رفض الاولياء الزواج مطلقا انتقلت الولاية عنهم إلى المأذون، فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني هي تبقى ولية نفسها؟ السلطان المأذون يزوجها. المأذون، بس هو هل يجوز يعني إن هي بنتها عندها 14 سنة هتتجوز هي من شاب؟ إذا كانت الفتنة موجودة من الشاب خطر، لكن كحل هي ربيبة لهذا الشاب، فيبقى النظر في دين الشاب. ولا هو محرم على التأبيد إذا دخل بأمها وهي في حجره. جزاك الله خيرا شيخي. وياكم. بهذا القدر أجتزي، حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أنت نور، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك
وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك يا ربي من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. فرج يا رب كرب مكروبهم واصرف السوء عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم اسلل سخائم قلوبنا. اللهم يا ربنا حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا لوجهك يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.